بقول لك ايه، تريزيجيه دلوقتي هو اللي احرز هدف الفوز لاستون فيلا على ليستر سيتي، تحب تقول له ايه؟ نقول له مبروك وان شاء الله ربنا يوفقه ونشوفه حاجه كبيره زي صلاح كده باذن الله. بشكرك كابتن وليد سليمان، نجم النادي الاهلي، وزي ما قلت نجم شباك النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي، واينما يعني يكون وليد سليمان متواجد بتلاقي حماس وبتلاقي رغبه ودوافع عند اللعيبه. في اوقات كتيره جدا بينزل يغير شكل المباراه، في اوقات كتيره جدا بينزل بيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. هي دي قيمه اللعيبه الكبار اللي بتحب ناديها، واحد من النوعيات النادره في الكره المصريه هو وليد سليمان نجم النادي الاهلي. بشكره شكرا جزيلا على تواجده معايا في هذه طبعا المداخله الهاتفيه. طيب